كل التحية والتقدير لحضراتكم أعزائي المشاهدين، وكل التحية والتقدير لكل مواطن مصري شريف بيحب بلده بجد، بعيدا عن البحث عن نجومية زائفة أو مكاسب. وهي بيسعدنا أن ألتقي حضراتكم من خلال هنا مسبيرو على شاشة التلفزيون المصري تلفزيون الشعب. طبعا زيارة هامة جدا، وهي أول زيارة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا. تركيا بيننا وبينهم علاقات قديمة، وعلاقات اقتصادية وتجارية وسياسية، ولكن في الفترة الأخيرة كانت تشوب العلاقات يعني بعض الأشياء اللي احنا طبعا بنسميها بمسمياتها الحقيقية. كل يبحث عن مصالحه. مصر موقفها ثابت من دعم القضية الفلسطينية، من دعم الدول العربية، من دعم القضايا العربية، في تقارب وفي مصالح مشتركة بين الدولتين الكبيرتين مصر وتركيا، بيمثلوا جناحين كبيرين جدا في منطقة الشرق الأوسط. استقبال بحفاوة شديدة جدا من الرئاسة التركية ورئاسة مجلس الوزراء التركي لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنلقي الضوء على أهمية هذه الزيارة، مدلولاتها، أهميتها، نتائجها بإذن الله المتوقعة اقتصاديا وسياسيا، من خلال ضيفي الكريم اللي بيشرفنا الدكتور سعيد الزوبي، مدرس العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. أهلا بحضرتك وسعداء بوجودك معنا في هنا مسبيرو. أهلا بحضرتك دكتور خالد، وشرف ليا ان التقي بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. بنقول يعني زياره مهمه منذ تولي فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤوليه قياده الدوله المصريه وتدشين الجمهوريه الجديده. نقول دي الزياره الاولى لتركيا. ملامح هذه الزياره ومدلولاتها على صعيد العلاقات الدولية. زي ما حضرتك قلت كده يا دكتور في البداية، ان دولتين كبار جدا تركيا ومصر. يعني يوم السيد رئيس عبد الفتاح السيسي رايح على تركيا، كتبت الصحف التركية وبالتحديد يعني انا قرأت مقال كده بيقول القطيعة الثمينة اللي حصلت لمدة 10 سنين. تخيل القطيعة الثمينة بين البلدين، شبهوا هذه القطيعة ان دي حاجة ثمينة جدا، حاجة اهدر فيها وأصبح فيه نقاط ضعف بالنسبة لتركيا. وأنا أعتقد دكتور أن تركيا تخطط للعودة إلى مصر وإلى الدولة المصرية، وده إحنا شفناه من لما كان السيد سامح شكري سافر إلى تركيا في الزلزال في 2022. وأعتقد أن بدأت ذوبان هذه القطيعة تزول، وبدأت تزول أكتر لما حصل لي صورة للمجتمع الدولي، والمجتمع الدولي في يوم أفاق كده على صورة مع الرئيس السيسي مع الرئيس أردوغان في افتتاح كأس العالم في قطر. أعتقد هذه الصورة يعني إدت معطيات للمجتمع الدولي أن هناك سوف يكون هناك تقارب، وأعتقد أن من هذه اللحظة كان هناك تخطيط استراتيجي كبير جدا من تركيا أن هي تعود، نقدر نقول، إلى أحضان القيادة المصرية والدولة المصرية، لأن هناك مصالح مشتركة. أنا أعتقد أن السياسة دكتور هي مصالح مشتركة بين الدولتين. أنا عايز منك إيه وإنت عايز مني إيه، أنا ساعات بمثلها أو بشبهها بحركة الميزان التجاري بين الدولتين، أنا بدي لك إيه وأنا محتاج منك إيه. فأعتقد كل الدول والمجتمع الدولي بيدور في فلك هذا الموضوع. أعتقد أن بهذه الزيارة بتعود فعلا هذه العلاقات مرة تانية، وأعتقد أن هناك يعني مجالات كبيرة جدا، سواء إذا كان اتفاقيات كتيرة في النواحي الاقتصادية، النواحي التجارية، النواحي أيضا السياسية، اتفاق كمان يا دكتور في الرؤى المشتركه. كان في خلافات في بعض الرؤى حول يعني ملفات هامه جدا. لو ان الملف الليبي كان في خلاف كبير جدا بين الرؤيه التركيه للملف الليبي والرؤيه المصريه. لما نقول ان هناك تنسيق حاليا يجري بين مصر وتركيا لحمايه السواحل الصوماليه وتامينها، نقول ده في تقدم في العلاقات المصريه التركيه. في تصريح مهم جدا في اثناء هذه الزياره ان في تنسيق وفي اتفاق في وجهات النظر في الملف الليبي حاليا على طرد الميليشيات الغريبه والاجنبيه من ليبيا، والعمل على اجراء انتخابات نزيهه لاختيار حكومه تمثل الشعب الليبي. ده شيء مهم جدا. جميل جدا اللي حضرتك بتقوله ده. احنا طبعا لما كان في خلاف كنا بنسمع عكس ذلك بقى وتركيا والكلام ده، ولكن لما حصلت طاوله المفاوضات بين الطرفين بين تركيا ومصر، وقعدت القياده السياسيه التركيه والقياده السياسيه المصريه، اعتقد كان ليه هناك في يعني في هذا الملف بالذات كان في تحديد استراتيجيتين مهمتين جدا.
ألا وهو أن يكون هناك انتخابات نزيهة في ليبيا طرد المرتزقة الموجودين صحيح. في ليبيا، ودي الروشتة المصرية يا دكتور اللي كان بينادي بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من أول ما حصل اللي حاصل في ليبيا، رؤية مصر. بس رؤية مصر على فكرة أنا عايز أقول لحضرتك، حتى اللي بيحصل في القطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي، العالم كله والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية تدور في فلك الروشتة المصرية اللي اتقالت يوم 21 أكتوبر في مؤتمر قمة القمم اللي حصل في العاصمة الإدارية مؤتمر السلام بعد الهجوم البري الوحشي من بنيامين نتنياهو على قطاع غزة. نرجع تاني للروشتة المصرية الليبية، بندور برضو في نفس الفلك، وأعتقد أن هنا يعني في توافق في الرؤى كبير جدا والاستراتيجيات، أن يكون في انتخابات نزيهة، أن يكون في دستور صحيح. للدولة الليبية، أن يكون هناك، وده اللي اتفق به الجانب المصري والجانب التركي، أن يكون هناك كيان في ليبيا، الكيان اللي هو رئيس دولة، علشان أقدر كمجتمع دولي أن أنا أتعامل معاه. أنا هعقد اتفاقيات يا دكتور مع ليبيا، سواء إذا كان في الغاز أو النفط أو البترول أو الطاقة أو أيا كان، لابد أن يكون هناك صحيح. كيان. هذا الكيان مش دي ثمار عودة العلاقات إلى سابق عهدها بين مصر وتركيا، أن في اتفاق في وجهات الرؤى حول قضايا كانت خلافية. كمان في شيء مهم جدا أحب أن حضرتك تكلمنا عنه، وهو الإعلان المشترك لإعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين الجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية. شوف حضرتك ده مهم جدا. يعني أنا زي ما بقول حضرتك، يعني دايما كده أنا بشبه السيد رئيس عبد الفتاح السيسي بهو الرئيس المسوق للدولة المصرية، بيروح يسوق للدولة المصرية. أنا عملنا، إحنا كمصر عملنا بعشرة تريليون جنيه مصري بنى تحتية، هذه البنى التحتية بتعمل جذب للمستثمر الأجنبي. سيادة الرئيس بيروح يعرض هذه البنى التحتية ويعمل جذب للمستثمر الأجنبي، وهناك دكتور في جماعات طرق الأبواب اللي هم رجال الأعمال المصريين لما بيلتقوا مع رجال الأعمال سواء إذا كان في تركيا أو أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، سيادة الرئيس بيبعثهم علشان يبدأ أن يقول أنا عندي إيه. هذا المنتدى أو هذا الاجتماع الأول اللي جعل هناك خطط استراتيجية، أعتقد أن دوت هيعمل على زيادة وتعزيز الصادرات والواردات بيننا وبين دولة أو بيننا وبين تركيا. حجم الاستثمار بين الدولتين 6.6 مليار دولار. أعتقد أن بهذه الزيارة أعتقد أن هيكون هناك تعزيز لحجم الصادرات المصرية صحيح. إلى تركيا. هي تركيا عايزة إيه من مصر؟ أو تركيا عايزة وقود، عايزة وقود المسال. احنا عندنا يا دكتور هنا أكبر مصنع لإسالة الغاز اللي هو الـ LBG موجود في دمياط. احنا الموجودين في المنطقة الشرق الأوسط اللي أقدر الغاز ما نقدرش نصدره كده، لازم يسال، وبعد كده ما يسال نبدأ ان احنا نصدره. طبعا بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، فطبعا صحيح. 70% من الغاز الطبيعي كان بيذهب إلى دول الاتحاد الأوروبي بما فيهم تركيا. فأعتقد المصانع اللي موجودة في الاتحاد الأوروبي، تركيا ايضا اتهزت او حصل ليها نقاط ضعف في هذا الموضوع، فبالتالي تلجا الى الغاز الموجود عندنا في مصر، الوقود والزيوت الموجوده عندنا في مصر. وعندنا حاجه مهمه جدا، احنا مصر تعتبر الدوله الاولى في المنطقه في تصديرها، اللدائن. احنا بنصدر ب 1.6 مليار دولار سنويا في اللدائن. اللدائن اللي بصنع منها الميموري والحاجات بتاعه الحواسب الاليه صحيح. والكمبيوترات صحيح. تركيا محتاجه مننا كده، تركيا محتاجه مننا الطاقه النوويه و الانتاج الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر والميثانول الأخضر. حضرتك احنا ثالث دولة في المنطقة من حيث جذب المستثمر الأجنبي في صناعات الطاقة المتجددة. أعتقد ان هناك في هذا المنتدى اللي حصل مع السيد رئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس أردوغان، حصل في اتفاقية شراكة ان احنا نبني منطقتين صناعيتين، منطقة صناعية الأولى في العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية الثانية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة. يعني قريبا هنشهد بقى هذه، لأن مهم جدا لما سمعنا رفع مستوى التعاون بين مصر وتركيا إلى مستوى الاستراتيجي أو الشراكة الاستراتيجية، احنا كده بنرفع سقف التوقعات، ومش سقف التوقعات فقط ولكن سقف العمل الفعلي. احنا محتاجين منهم حاجات وهم محتاجين مننا حاجات. اتفاق في الرؤى دايما الاقتصاد هو اللي بيحرك السياسة، عشان نكون واضحين الاقتصاد يحرك السياسة. هرجع أكمل مع حضرتك في مجال التي تتميز فيها مصر. مصر ده
دولة جاذبة للاستثمار. بدأنا نهتم في الفترة الأخيرة بالطاقة الجديدة والمتجددة، عندنا أكبر محطة لإنتاج الطاقة الشمسية في أسوان، عندنا الطاقة النووية إن شاء الله في الضبعة، عندنا أشياء كثيرة جدا. الاهتمام الرئاسي المصري بموضوع الهيدروجين الأخضر والحفاظ على البيئة، ده كله مهم جدا وملفات مهمة جدا. هنخرج لتقرير أعزائي المشاهدين عن العلاقات المصرية الخارجية، ونرجع نكمل كلامنا عن زيارة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية تركيا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. دائما ما أردد وأقول إن الدبلوماسية المصرية تغرد عاليا. مدرسة الدبلوماسية المصرية هي مدرسة عريقة جدا، ويمكن علاقات مصر الدولية والخارجية خير شاهد على هذا الكلام، كمان علاقتنا مع القوى الفاعلة في العالم، الدائرة برضو العربية والإسلامية والإفريقية، ودوائر الاهتمام دائرة البحر المتوسط، تثبت مصر دائما جدارتها بتوثيق هذه العلاقات، وأن الدبلوماسية المصرية تغرد عليا. بتكلم مع ضيفي الكريم في النقطة التالية، الدبلوماسية الرئاسية اللي بيلعبها فخامة السيد الرئيس أو يمارسها السيد الرئيس بحرفية شديدة جدا منذ تولي المسؤولية عام 2014، بنشوف تقدم كثير أو كبير في الملفات الدولية. واختصار للوقت، لما رئيس الدولة بيتحرك بنفسه بيتكلم في قضية معينة بيتشاور مع رؤساء الدول الأخرى، أعتقد بتبقى في سرعة في التنفيذ. تمام يا دكتور. لو حطينا عنوان بقى للدبلوماسية اللي بيتبعها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي وده نوع جديد ومصطلح جديد احنا يعني ممكن يضاف في العلوم السياسية، دبلوماسية صفر مشاكل. صفر مشاكل بالنسبة لدول الجوار. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيؤمن تماما ان امن واستقرار الدولة المصرية من امن واستقرار دول الجوار. لو حصل استقرار وامن في ليبيا هيحصل استقرار في مصر، السودان واستقرار السودان من استقرار الدولة المصرية. هنا زيرو مشاكل، بمعنى ان انا عملنا في يونيو 2023 مؤتمر الجوار لحل الازمة السودانية، وطلع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر واتكلم عن ان الازمة السودانية هيحلها سوداني صحيح. يعني دون تدخل اي جانب خارجي، وكان بيدعو، وهنرجع تاني ونقول الروشتة المصريه في الازمه السودانيه ان طاوله المفاوضات لابد ان يكون هناك الطرفين، الدعم السريع والجيش السوداني. اخر المؤتمرات اللي حاصل اللي هو كان مؤتمر جنيف كان الدعم السريع اللي موجود وكان غائب الجيش السوداني عن طاوله المفاوضات، فما ينفع، لابد ان يقع الطرفين مع بعض علشان يحلوا هذا الموضوع. دايما يا دكتور سعيد النصيحة المصرية بتكون نصيحة خالصة. ليه بقى؟ لأن مصر دائما عندما تتدخل في هذه المشاكل الإقليمية أو الدولية هي مجردة من أي مصلحة، لا تبحث عن أي مصلحة شخصية. يعني دي احنا بنأكد عليها، ويمكن المتابع لدور مصر في القضية الفلسطينية منذ بدايتها، مصر لم تشترك في إراقة أي دم فلسطيني ودائما تعمل للمصلحة العامة. واللي انت حضرتك بتقوله ده فعلا هو التوازن في العلاقات الدولية من الدولة المصرية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. احنا عاملين يعني حضرتك، انا مصالحي ايه مع حضرتك ومصالحي ايه في الدولة بتاعتك، واحنا نقدر نساعد بعض في ايه. ما حضرتك لما يحصل شراكة واتفاقية بيننا وبين تركيا، اكيد طبعا حجم الصادرات التركيه بالنسبه لمصر هيزيد، حجم الاستثمار احنا عندنا ب 3 مليار دولار حجم الاستثمار بالنسبه للمستثمرين التركيين او الاتراك اللي موجودين عندنا في مصر. سياده الرئيس عايز يزود معدل الاستثمارات اللي موجوده، عندنا ب 10 مليار دولار حجم استثمارات يتطلع سياده الرئيس ان هي من 10 مليار الى 15 مليار. اذا الدبلوماسيه بتاعتي، احنا دلوقتي حلينا الخلاف اللي بيننا وبين تركيا، وبالتالي لما احل الخلاف اللي بيني وبين تركيا اكيد هتزيد نسبه الاستثمار، ولما تزيد نسبة الاستثمار والمصانع قطاعات كتيرة كمان يا دكتور، كتير جدا السياحة زي ما حضرتك قلت. لا ده السياحة ده احنا هنتكلم عنها بالزبط. ملف السياحة تركيا تملك مقومات سياحية هائلة، ومصر من الدول الأولى التي تملك مقومات ومقاصد سياحية متميزة جدا. أعتقد العلاقات المصرية التركية لما ترجع لطبيعتها السابقة هيكون في رواج في موضوع التبادل السياحي. تمام. ولما يزيد هذا الرواج يا دكتور إيه اللي هيحصل؟ معدل البطالة بتاعتنا هيزيد ولا هيقل؟
اكيد هيقل. حضرتك تعلم تماما ان كان معدل البطاله بتاعتنا قبل 2013 قبل 2011 13%. في تقرير لمجلس دعم واتخاذ القرار في فبراير 2024 نزل من 13% دلوقتي 6.8%. ده بفضل ايه؟ بفضل الدبلوماسيه المصريه وجذب المستثمرين الاجانب، سواء بقى من تركيا، سواء اذا كان من الولايات المتحده الامريكيه، سواء اذا كان من الصين ايضا. لا تنسى مبادره الحزام والطريق طبعا، والمشاريع الاستثماريه الكبيره جدا اللي بتعملها الصين في مصر، والطاقه المتجدده، وزي ما حضرتك قلت دلوقتي الطاقه المتجدده والطاقه النوويه، فاكيد في مشاريع كتيره وفي بنى تحتيه. زي ما بقول لحضرتك 10 تريليون جنيه مصري في البنى التحتيه المصريه، ليه؟ علشان اجذب المستثمر طبعا الاجنبي. لما تكون الهيئه الارض مهيئه لبناء المصانع، وعلى فكره احنا برضو ظهر معانا في الدبلوماسيه المصريه اخر 5 سنين حاجه اسمها المطور الصناعي، ان انا بهيئ الارض اللي موجوده عندي في مصر عشان اقول للمستثمر الاجنبي تعالى انا عندي ميه في الارض، عندي كابلات انترنت موجوده عندي في الارض، عندي صرف صحي، عندي طرق وكباري ومنظومه طرق تسهل حركه وجود المستلزمات الانتاج للمصنع بتاعك، وايضا تسهل عمليه تصدير المنتج النهائي بتاعك الى الموانئ الموجوده عندك في مصر. وبالتالي بدل ما بصرف على شيء بجنيه، اكيد انا كمستثمر لو مش لاقي بنى تحتيه الشيء اللي بجنيه دوت اكيد هحط عليه البنى التحتيه اللي انا هعملها، وبالتالي هيعود بالضرر للمواطن المصري، بجنيه هيبقى ب2 جنيه. ولكن الدوله المصريه يعني عملت كل هذه البنى التحتيه، وبالتالي ببدا ان انا اجذب المستثمر الاجنبي، وبالتالي لما اجذب المستثمر الاجنبي اكيد معدل الدخل الناتج بتاعي هيزيد، وهيقلل معدل البطاله، وهيزود الاستثمار في الدوله المصريه. دكتور سعيد، يمكن قدامنا دقيقتين ثلاثه، الوقت مر بسرعه واحنا بنتحدث بحماس عن العلاقات المصريه التركيه. في المؤتمر الصحفي امس اكد فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عده نقاط هنمر عليهم كده في شكل تلغرافات سريعه، واخد رايك فيهم. اتكلم على القضيه الفلسطينيه والمساعدات المقدمه لاهالي غزه طبعا، والدور المصري المعروف للجميع، الازمه الليبيه وسبل تحقيق المسار الامني اتكلمنا عنها، الاوضاع في سوريا وضروره التوصل لحل لتلك الازمه، احنا عارفين تركيا طرف في هذه الازمه ايضا، الازمه في السودان والجهود التي تبذلها مصر، وطبعا اتكلم سيادته واكد على ضروره تنميه الحركه السياحيه بين مصر وتركيا وزياده الاستثمارات المتبادله في قطاعات كثيره جدا زي ما اتكلمنا من شويه، الطاقه الجديده والمتجدده وملفات صناعيه كبيره. تعليق. يعني انا عايز اقول لحضرتك كمان دكتور خالد ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في اي مجتمع دولي، تركيا ايا كان، حتى اللي بيجي يزورنا عندنا في مصر، بيتكلم عن ازمه سد النهضه، واعتقد ان هو كان هناك دور وملف كبير كان بيتكلم فيه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الزياره الاخيره، بجعل تركيا وسيط لحل هذه الازمه. وزي ما احنا شفنا ان هناك ايضا اتفاقيه من ضمن ال 20 اتفاقيه اللي تم توقيعهم في هذا الاجتماع الاول، من ضمنها التدريبات العسكريه، وايضا من ضمنها صفقة للطائرات المسيرة لجمهورية مصر العربية. فأنا أعتقد أن كل القضايا اللي حضرتك قلتها ديت ما هي إلا أيضا توافق في الرؤى المصرية التركية. وعايز أقول لحضرتك أن كانت تركيا بترسل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح، عن طريق السلطات المصرية طبعا. فتركيا كانت أيضا يعني في هذه الفعالية وبترسل هذه المساعدات الإنسانية. تركيا أيضا يا دكتور بترفع التهجير القسري لإخواتنا في غزة والقضاء تماما طبعا على القضية الفلسطينية. إذن هناك توافق في الرؤى التركية أيضا مع الرؤى المصرية أن يكون هناك طاولة مفاوضات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. أيضا تركيا تعمل على دعم الصومال بالأسلحة والمعدات العسكرية. بالنسبة للصومال في تنسيق حادث حاليا بين مصر وتركيا في موضوع حماية السواحل الصومالية، وعدم الاعتراف بصوماليا لاند، الانقسام عن الصومال. اذا توافق في هذه الرؤى مع الدوله المصريه. طفنا معاك سريعا كده في زياره فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا، بشكرك شكرا جزيلا على وجودك. الدكتور سعيد الزغبي مدرس العلوم السياسيه بجامعه قناه السويس، اتشرفت بك. اهلا بك فندم. دائما زي ما بنقول كده الدبلوماسيه الرئاسيه بتختصر وقت وجهد كبير جدا، شايفين زياره فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتركيا والحفاوه التي استقبل بها الرئيس المصري الذي يمثل رمز لمصر العظيمة الكبيرة القوية الأبية. تمنياتنا لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوفيق في كل مساعيه من أجل الدولة المصرية.
بختم ختام المعهود مع حضراتكم. عاشت مصر عزيزة آمنة مستقرة، والله الموفق والمستعان. تحياتي.